بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيب بارك فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونزلنا في كتاب آداب الصحبة، وقد وصلنا إلى القول التالي. نقل الإمام الغزالي رحمه الله ورحمه علماء المسلمين أجمعين، قال: لا تصحب إلا من يتوب عنك إذا أذنب ويعتذر إليك إذا أسأت، ويحمل عنك مؤنة نفسك ويكفيك مؤنة نفسه. إن حصل ما حصل هو الذي يعتذر، إن حصل ما حصل هو الذي يعتذر، وهو الذي يحمل عنك، يحمل عنك دائما، يحمل عنك في كل شيء. الآن يعلق الإمام الغزالي يقول: وقائل هذا قد ضيق طريق الأخوة على الناس. الناس تتحملش أنها تكون على هذا المستوى، دائما إيش؟ دائما أنا أحمل عنك ودائما أنا أعتذر لك. أنت دائما على حق وأنا مش إنه على باطل. هب أنك على حق. وقال: هذا قد ضيق طريق الأخوة على الناس، وليس الأمر كذلك، بل ينبغي أن يؤاخي كل متدين عاقل. أن يؤاخي كل متدين عاقل. هل هنالك متدين ليس بعاقل؟ نعم نعم، يتدين ولا يكون عاقلا ويفهم. السلام عليكم. يعني مثلا قال لي أحد شباب السلوان، يظن ما احنا عندنا الضاد مرات بنفضها ايش؟ ضاء، ويعض. شو بيقولوا؟ يعض. فحينما قرأ نعم قرأ الوعظ على أنه عض، عض عض مثلا، صير بصير ايش؟ نعم. إذن هذا نوع من التدين. طبعا في هنالك إيحاءات سياسية مرات، يرى ما لا يرى الناس ويطلب منك. يعني مثلا إن تحدثت أنت عن ضرر التبغ والتدخين وكذا، يقول لك: أرني في القرآن أن السجائر حرام. يعني هناك الكلمات العشر عند بني إسرائيل، مرات نقول لهم: ما في الكلمة الحادية عشر تقول تسحبش نفس. والشباب والصبايا اليوم إيه؟ بيسحبوا. وانتشر عندنا ما بين بائع الأراجيل وبائع الأراجيل بائع أراجيل آخر، لهالدرجة هذه وصلت في البلد. على كل متدين عاقل وممكن يورطك في قضية سياسية من لجهله، ممكن يورطك في قضية سياسية إيش؟ لجهله، يفهم فهما خاطئا ويورط فيه شباب ويورط فيه. أحببت متدين عاقل. ذهبت إلى مدينة في سويسرا عدة مرات بسبب أنه في عندي إشراف جزئي على رسالة دكتوراه. مدينة اسمها لها اسمان، أحدهما هو بيل وبيين، اسم فرنسي واسم ألماني. ما هي في سويسرا حدثوا الفرنسي والألماني، نفس المدينة، مدينة صغيرة ومع ذلك فيها عدة مساجد، ومع ذلك فيها إيش؟ عدة مساجد. وحصل أنه هنالك أكثر من يوم، يعني يكون هنالك يوم جمعة في زيارتي الأولى والثانية، وأحببت إني إيش؟ أتنور أشوف شو موجود في البلد يعني، فأصلي هنا وأصلي هناك.
ففي إحدى هذه الجمع صليت فإذا بشاب صغير جدا في السن، والسن لا علاقة لها لكن نصف يعني، ويلبس ثوبا دشداشة جميل، وأخاله يعلن الحرب على سويسرا. فهمت علي؟ بلد آوتك، أنت تركت بلادك وذهبت هناك مهاجرا يا أخي، أنت في غنى عن هذا الفهم، أنت في غنى عن هذا الفهم. جالس هناك وأعطوك إقامة مثلا وأعطوك معاش صغير، قل لك تفضل ظل في البلد الذي كنت أنت فيه. هذا تدين ليس عاقلا، تدين شخص غير عاقل. وبعضهم كان يخرج من الدولة التي هو فيها على الحدود الخارجية فيعلن هو بينه وبين الحرب عليها، فيدخل فيستحل، يستحل يعني المحرم عليه، يريده أن يصبح حلالا بهذا الإعلان. هذا تدين غير عاقل. لا نقول، أي ليست مفاضلة لا بيننا وبينهم، إذا فاضلت فاضل بينك وبين أصحاب المقامات الرفيعة. انظر إلى خلق الأنبياء والأولياء والصالحين، انظر إلى ذاك الخلق وقارن. انظر إلى نفسك بالأمس، عسى إن شاء الله أن تكون اليوم أفضل من الأمس وغدا أفضل من اليوم. يعني لا تقارن نفسك بغيرك إلا في أبواب الخير. إذن بل ينبغي أن يؤاخي كل متدين عاقل. وقد قلنا في السابق أنت، وخصيصا الشباب الصغار الذين في بدايات أمرهم، أنت معدل الأصحاب الذين أنت تمشي معهم، المعدل زي الرياضيات. إن كان مثلا نعطي كل واحد فيهم العلامات التالية 7 و8 و9 من 10، فالمعدل إيش؟ 8. وإذا كانوا 2 و3 و4 فالمعدل 3. اصحب أصحاب المعدلات العالية في كل شيء، علامات المدرسة والإنجاز والدين وقيام الليل والصيام والصدقات وأصحاب الأخلاق الرفيعة. أنت معدل أصحابك. وفي الهمة، وفي الهمة العالية، لو كان له أصحاب لا يقومون من النوم إلا عند الظهيرة، ولا يريدون أن يعملوا ولا أن يشتغلوا ولا أن يدرسوا ولا أن يقدموا، أنت معدل هؤلاء. بل ينبغي أن يؤاخي كل متدين عاقل ويعزم على أن يقوم بهذه الشروط، ولا يكلفها أخاه حتى تكثر إخوانه، إذ بي يكون مؤاخيا في الله، وإلا كانت مؤاخاته لحظوظ نفسه فقط. لحظوظ النفس، هذا ليس الإخاء الذي نتحدث عنه، حظوظ النفس مصلحة، يريد منها شيئا لنفسه فقط لا غير. ما الذي قدمناه لمجتمعاتنا؟ ما الذي قدمناه لأسرنا؟ ما الذي قدمناه لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول لبعضنا البعض مبارك الولد، بالعامية بيكونوا مبروك عليك، صح؟ نعم. وإذا كانت بتقول الله يعوضك خير، كأنها ليست رزقا حسنا. مما قرأت أنهم يقولون مبارك أو مباركة على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت عضوا ليس في هذه الأسرة الصغيرة، أنت عضو في أسرة كبيرة جدا. أحب أن أتذكر ذاك الرجل، كنت جالسا في مسجد بعد صلاة العصر، وقد خلى المسجد فيما أظن أنه لم يبقى يعني طال الوقت قليلا، خلى المسجد من الناس، فإذا برجل دخل حتى أنا
متكئ على حائط القبلة في ذاك المسجد. فجاء الرجل فجلس إلى يعني طول المسجد فجلس إلى القبلة متوجه القبلة ودعا وما زاد على أن يقول يا رب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف. عجيب 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 جدا. ما قال ويحق له أن يطلب الله عز وجل، ماذا تريد؟ تريد مطرا؟ يا الله. تريد ذرية؟ يا الله. تريد زوجة؟ يا الله. تريد عملا؟ يا الله. تريد أمانا؟ يا الله. منقطع، انقطعت. يا الله. سيدنا موسى عليه السلام كان مقطوعا، خرج من قومه ومن أهله، لا عمل ولا أسرة ولا طعام ولا أمان، خرج خائفا، ما في عنده شيء إلا أن يقول إيش؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما أمسى إلا ولديه عمل ومأوى وأمان وزوجة. بدك أحلى من هيك؟ قل يا الله أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تشرذم وتفرق وتفكك، حالة مزرية. لا إله إلا الله. ولذلك قال رجل للجنيد رحمه الله قد عز الإخوان في هذا الزمان، أين أخ في الله؟ فأعرض الجنيد حتى أعاده ثلاثا، فلما أكثر قال له إن أردت أخا يكفيك مؤنتك ويتحمل أذاك فهذا لعمري قليل. بدك واحد يتحمل الأذى؟ ندرة. وإن أردت أخا في الله تحمل أنت مؤنته وتصبر على أذاه فعندي جماعة أعرفهم لك. فسكت الرجل، بطل بده إيش؟ بطل بده أخوة. يريد أخا في الله من يعينه ويدعمه ويقف معه؟ قال له عندي جماعة بدهم دعم، خير الأخوة، لكن بحب أنت وقف معهم. وقف، مش هذا المطلوب، بده اللي فيه، بده يدير في الحجرة زي ما يقول إحنا، يدير النار على القرص، على قرصه، حضور نفس. واعلم أن الناس ثلاثة، رجل تنتفع بصحبته، ورجل تقدر على أن تنفعه ولا تتضرر به ولكن لا تنتفع به، ورجل لا تقدر أيضا على أن تنفعه وتتضرر به وهو الأحمق أو السيء الخلق. فهذا الثالث ينبغي أن يتجنب أو يجتنب. فأما الثاني فلا يجتنب، لأنك تنتفع في الآخرة بشفاعته وبدعائه وبثوابك على القيام به، أنت تنفعه ولا تنتفع به، أنت تنفعه ولا تنتفع به. لما لا؟ لما لا؟ وقد أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام إن أطعتني فما أكثر إخوانك، أي إن واسيتهم واحتملت منهم ولم تحسدهم. وقد قال بعضهم صحبت الناس 50 سنة، صحبت الناس 50 سنة فما وقع بيني وبينهم خلاف لأني كنت معهم على نفسي. شو الخلاف؟ لما قالوا عن إمامنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه لم يكن بينه وبين زوجه رحمه الله، وكانوا يتحدثون عن الثانية، توفيت الأولى وتوفي الثانية في حياته، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ما حصل بينه وبينها مشاجرة قط، خلاف على إيش؟ اليوم زدنا الملحات غدا ينقصن،
اليوم الهمة مش عالية غدا ترتفع. لعلك أنت الذي يتحسس من بعض القضايا. إن قيل لك في قضية ذوقية محض ليس دينية شيء، اتهم نفسك، اتهم إيش؟ مثل الشيخ اللي قال زوجه وهي إن قال إن شعر بأنها غاضبة عليه يعني، يقول لها تبت، يقول لها إيش؟ تبت إلى الله ولن أعود لمثل ذلك. وآخر يقول أنه ينبطح على الأرض، ما هو عند الغضب إن كنت قائما اقعد وإن كنت قاعدا فاضطجع. فهو يختصر المسافات، لا يقعد، يختصر هذه المرحلة فيضطجع مباشرة ينبطح على الأرض فيضحكها فتنتهي القضية. هذه ليست مباراة يسجل الإنسان فيها نقاط لنفسي، نقطة لي ونقطة لك، نقطة لي ونقطة لها، ثلاث لها وثنتين لي بيحسب الواحد. والصحبة كذلك ليست مباراة، وإن كانت التنافس باعتبارات الآخرة نعم، التنافس باعتبارات الآخرة نعم. ومن كانت هذه شيمته كثر إخوانه، من يكون مع الناس على نفسه ومن التخفيف وترك التكلف، ألا اعترض عليه في نوافل العبادات، ألا اعترض عليه في نوافل العبادات. كان طائفة من الصوفية تصطحبون على شرط المساواة بين أربعة معان، إن أكل أحدهم النهار كله لم يقل له صاحبه صم، وإن صام الدهر كله لم يقل له أفطر، وفيها مخالفة، وإن نام الليل كله لم يقل له قم، ولمن صلى الليل كله لم يقل له نم، وتستوي حالاته عنده بلا مزيد من النقصان، لأن ذلك إن تفاوت عنده حرك الطبع إلى الرياء والتحفظ لا محالة. تقول لفلان قم صلي فيقوم يصلي خجلا منك، أصبحت رياء، أنت ورطت في الرياء، اتركه حتى يصلي هو. تقول له صم، شايفك ليل نهار لا أرى لك صياما لا في اثنين ولا في خميس ولا يدفع، إذا دفعه دفعا رياء هذه مشكلة. يكون نائم، تكون مثلا أنت وإياه في سفر في غرفة في فندق، قل له إيش قم نصلي ركعتين، خليه يرتاح. إذا أراد أن يقوم يقول لك ماذا؟ إذا قمت من الليل فأقمني معك، أو يربط الساعة هو يعني المنبه. اسمح لي يا شيخ، هذول بيقوموا يعني بيكونوا نوصفوا إنهم كسالة؟ لا لا، هذا ليس كسلا. القصد هنا ليس كسلا، أنت لا تعرف، بعض الناس نومه ثقيل جدا، مش في قصة عن صحابي لا يقوم من النوم إلا إذا طلعت الشمس، وين الفجر راح؟ هيك قوم طبع فيهم، بنية معينة في جسم الإنسان يتثقل من مثلا على سبيل المثال، في ناس لما حينما يصحوا بحاجة إلى بعض الوقت حتى يعني تفكفك قضايا النوم إلى آخره. وإجمالا ذكر الإمام الغزالي في غير هذا الموضع أشياء تساعد على قيام الليل. إن تناولت طعاما ثقيلا قبل أن تنام هذا لا يساعد على قيام الليل، لا يساعد. إن تأخرت لا يساعد. إن أذنبت لا يساعد. بعض الناس ذكرت قصتهم أنه نظر إلى رجل يصلي صلاته حسنة، نظر إليه يصلي فقال في نفسه لو صلى هذه الصلاة، بمعنى هي نافلة كيف سيرى، قال لو صلاها في بيته لكان أحسن، صلاة فيها سكينة فيها، قال لو صلى في نفسه، لم يقل لآخر تصبح غيبة، قال في نفسه لو صلى هذه الصلاة النافلة في بيته لكان إيش
لكان أحسن. قال فحرم قيام الليل. هو الذي قال كيف سنعرف؟ قال عن نفسه فحرم قيام الليل. معناه أنت إذا لم تقم من الليل أبدا بدك تبحث عن المشكلة، ولم تصم نافلة أبدا ابحث عن المشكلة، ولديك مال ولا تصدق ابحث عن المشكلة في قضايا قلبية معينة. ألم يقولوا أن الرجل يذنب الذنب فيرى ذلك، ذكروا قضيتين، فيرى ذلك في سوء خلق دابته، تتعترس معه تجحش الذنب. وبكون هنالك تنبيهات مرات، بس الواحد بده ينتبه. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وقد قيل من سقطت كلفته دامت ألفته، ومن خفت مؤنته دامت مودته. يعني كن أبو عبد اللطيف كما نقول، خفيفا لطيفا، إن زرت فخفف. وقال بعض الصحابة إن الله تعالى لعن المتكلفين، وقال صلى الله عليه وسلم وعند البخاري موقوف على سيدنا عمر رضي الله عنه نهينا عن التكلف. وقال بعضهم إذا عمل الرجل في بيت أخيه 4 خصال فقد تم أنسه به، إذا أكل عنده ودخل خلاء وصلى ونام. فذكر ذلك لبعض المشايخ فقال بقيت 5، وهي أن يحضر مع الأهل في بيت أخيه، يعني ويجامعها، لأن البيت إنما يتخذ الاستخفاء في هذه الأمور 5، وإلا في المساجد أروح لقلوب المتعبدين. فإذا فعل هذه 5 فقد تم الإخاء وارتفعت الحشمة وتأكد الانبساط، يعني أن تشعر وكأنك في بيتك. حاضر، نعيد. قال بعضهم إذا عمل الرجل في بيت أخيه 4 خصال واستدركوا عليه 5 فقد تم أنسه به، إذا أكل عنده أي اتمالحنا ودخل خلاء. وبعض الناس بجوز إيش يستحيي، معناته لم يستأنس، يستحيي عبين ما يرجع للدار، ولا صح ولا لا، دخل خلاء معناته إيش يشعر أنه في بيته. وصلى ونام، نام الليل، نام اضطجع قليلا، نام. فقيل حينما ذكرت هذه 4 خصال لبعض المشايخ قال بقيت 5، وهي أن يحضر مع الأهل في بيت أخيه ويجامعها هناك، يعني نام، حصلت مناسبة، سافر من بلد لبلد وقال له هذه الغرفة إيش؟ هذه غرفة لك، لكم يعني ما تنام له زوجته طبعا. فقد يتحرج، ليش يتحرج؟ صبح يتغسل وصبح عندنا مكشوف الطب صح ولا لا، يصبح يتغسل وكذا، إلا أن يكون من عادته. حلو الواحد يقول أنا من عادتي أن أستحم مثلا مرة، هكذا يقول يوميا أستحم مساء وصباح مثلا، يغطي على كل شيء هكذا. نعم. وقول العرب في تسليمهم يشير إلى ذلك، إذ يقول أحدهم لصاحبه مرحبا وأهلا وسهلا، أي لك عندنا مرحب وهو السعة في القلب والمكان، ولك عندنا أهل تأنس بهم بلا وحشة لك منا، ولك عندنا سهولة في ذلك كله، أي لا يشتد علينا شيء مما تريد. إذا قلت لأخيك أهلا وسهلا فكن عارفا للمعنى وأن تقصد المعنى، ألا تكون كاذبا في ذلك. مش تقول أهلا وسهلا وأنت مضايق، أنت بتقول له وسهلا لا تضيق، جعلها على الرحب والسعة، والقلب يسع، إنما تسع الناس بإيش؟ بعملك. سبحان الله. شوف كرم سيدنا إبراهيم عليه السلام، أراد أن يكرم الملائكة وهو لا يعرف أنهم ملائكة،
كان بإمكانه أن يأتي بشيء يعني اللي موجود، اللي إيش اللي موجود. لكن واضح إنه مثل ما نقول إحنا ذبح وشوى عجل حنيف، عجل مشوي، صح ولا لا؟ كان بإمكانه أن يقرب خبزا وإداما، صح. ناس مسافرون مروا به. طبعا عندنا في القرآن الكريم لا يأكلون، لا تأكل الملائكة وإن تغيرت صورهم، وفي كتب أهل الكتاب يأكلون، نفس القصة، لا يأكلون عندنا ويأكلون عندهم. وإذا اختلفت القصة، القرآن مهيمن في القصص على قصص أهل الكتاب. إن اختلفنا قولا واحدا القرآن الكريم، الله أكبر الله أكبر، والحديث تم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.